هذا السؤال قايلنا في عنا سيركل سي اوف سنتر او وعنا تو دايمترز ام ان و اي بي هن perpendicular دايمترز مثل ما شايفين رسمتهم ام ان و اي بي ار perpendicular دايمترز. We have to find the nature of a m b n. بين انه هو square but we have to prove it. First of all we have to remember how to prove a square. عنا فينا نبرهن by diagonals have same midpoint equal and perpendicular. هات لنشوف اذا هيدي البروبرتي مأمني هون. هل بنعرف عن diagonals شيء؟ diagonals of AMBN قالنا هو انه الـ AB والـ MN perpendicular. منيح عرفنا عن diagonals are perpendicular. طيب هل هن قد بعض هودي الـ diagonals؟ هل هن equal؟ Yes, because they are diameters of same circle. You know that radii of same circle are equal and diameters of same circle are equal. فإذا AB equal MN بعدين لنا هل هن عنده نفس الميد بوينت بنفس السيركل؟ مين الميد بوينت بتكون للدايمتر؟ What is the midpoint of a diameter in every circle? The midpoint of a diameter is the center. هون عنا two diameters MN و AB فأكيد عنده نفس الميد بوينت اللي هي السنتر للسيركل اللي هي O. صار عندهم same ميد بوينت و they are perpendicular and equal, so AMBN is a square by diagonals have same midpoint equal and perpendicular. Let us write this. First of all, I will write that O midpoint of AB, O midpoint of AB, and O midpoint is the midpoint of MN. How did we get this? By center and diameter. All center and diameter. By definition. Of center and diameter. بالطبيعة center بيكون midpoint للديامتر. طيب هل هن هول equal MN equal للAB why? Because they are diameters of same circle. Of same circle. هل هن perpendicular MN, هل هي perpendicular to AB? Yes. Why? Given. هو قال لي MN and AB are perpendicular diameters. Then we say that AMBN is a square by diagonals equal perpendicular and bisect each other or have same midpoint. هيدي هي بهي الطريقة منبرهن احنا سكوير. في طريقة تانية ممكن نبرهن مثلا باي ريكتانجل بلس باي ريكتانجل بلس two adjacent sides are equal for example. Another method. في property بدي لكم اياها. In every circle بحيالله circle اذا عنا diameter مثلا نقول A B وعنا نقطة هون هون أو هون أو هون أو هون أو هون حيالا نقطة لنقول هيدي اسمها لنقول هيدي اسمها أن وصلنا خط الـ AN وخط الـ NB دغري هيدي بتطلع 90 مثلا خد هيدي لنسميها F إذا وصلت الـ AF والـ FB دغري الـ F تطلع 90 لا كل زاوية على السيركل السايدز تعولاتها مفتوحين على الديامتر بتكون 90 من إلا هيدي inscribed angle facing diameter هذه من إلا inscribed angle facing diameter equal 90 degrees على طول ماشي inscribed angle اللي موجهة للديامتر inscribed يعني ضاربة بالسيركل facing diameter موجهة للديامتر مثل ما شايفين بتكون هي 90 فهون رح اعتمد عليه الطريقة لاحظوا هل الأم في نقول عنا 90؟ أكيد الأم 90 لأنه مواجهة للديامتر AB هيها خطوطة للأنجل أم مفتوحين على ديامتر AB كمان الأن نفس القصة هي 90 عشان السايدز تعولاتها مفتوحين على ديامتر AB يعني هيدي الأن هي inscribed angle facing diameter فهي 90 والأم هي inscribed angle facing diameter هي 90 فينا نقول نفس الشيء عن الأي الأم A
ان بلا، ما الام ان هو دايمتر، يعني الام اي ان موجهه للام ان، فبتكون الام اي ان 90. ها صاروا 93، شو بيصير الاي ام بي ان اذا عنده 3 رايت انجلز؟ بصير ريكتانجل. كمان فينا نقول عن البي نفس القصه، هي موجهه للدايمتر الام ان، بس 3 رايت انجلز ار انف تو بروف اي ريكتانجل. سو وي سي، هيدي الطريقه الثانيه، اي ام بي ايكوال 90، خلينا نقول اي ام بي و اي ان بي، اي ام بي ايكوال اي ان بي ايكوال 90 ديجريز، لاش انسكرايبد انجلز فيسينج ذا دايمتر اي بي. كمان التالت اللي هي الام اي ان، ام اي ان ايكوال 90 كمان لاش انسكرايبد انجل فيسينج دايمتر او فيسينج ذا دايمتر، مسمي الدايمتر، شو اسمه الدايمتر اللي مفتوح على الانجل اي، خطوط الانجل اي مفتوحين على مين؟ على الام ان، يعني الام ان هو الدايمتر. طيب صاروا 3 90ات، إذن لحد هلا الـ A M B N is a rectangle by 3 right angles. لأنه واحدة من الطرق لنبرهن rectangle هي 3 right angles. طيب we have to prove now, remember how to prove a square rectangle plus diagonals are perpendicular or rectangle plus two adjacent sides are equal. Do we have perpendicular diagonals? Yes, it is given. هو معطيني الـ M N والـ A B R perpendicular. فإذا حطيت الـ M N والـ A B R perpendicular بيكون خلاص صار اسمه square. فيني برهن by adjacent sides are equal، مع إنه مش معطيني هن، بس فينا نستنتج. ما إذا الـ M N perpendicular للـ A B ومرق بنصه، يعني الـ M N perpendicular bisector للـ A B. And we know that every point on a perpendicular bisector is equidistant from the extremities of the divided side. يعني حيلا نقطة على خط البربندكولار بايسكتور بتكون بعيدة نفس المسافة عن السايد اللي عملنا عليه بربندكولار بايسكتور، يعني بتجي الـ MA equal لـ MB. وأكيد فينا نحكي نفس الشيء بالنسبة للآن، تطلع NA equal NB. فيني أحكي عن الـ B نفس الشيء، الـ AB كمان بربندكولار بايسكتور للـ MN، فبتكون الـ B بعيدة نفس المسافة عن الـ M والآن، سو BM equal BN، وسيميلارلي بالنسبة للـ A. بس أسهل شيء نقول الـ given هو معطيني الـ perpendicular diagonals and M N perpendicular للـ A B given therefore A M B N is a square by rectangle plus diagonals are perpendicular. هاي دي طريقة تانية، ماشي؟ يعطيكم العافية.